الآن مشاهدينا نروح لوسط بوليفارد الرياض، حيث تستعد ام بي سي اكاديمي بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه لتقديم الفائزين بالتصفيات النهائية من الرحلة الإبداعية الطويلة لاكتشاف المواهب السعودية الجديدة، واللي شهدت العديد من المراحل والجولات والمحطات في مختلف أنحاء المملكة. 149 فائز تم تصفيتهم إلى 93 في النهائيات على مستوى المملكة. كل تفاصيل مع زميل رائع فهد بن جليد. رحلة إبداعية لن تنتهي للبحث عن المواهب في السعودية، تقودها ام بي سي اكاديمي بالشراكة مع هيئة الترفيه. شارك فيها آلاف المواهب في الغناء والتمثيل، حتى وصلت اليوم إلى التصفيات النهائية في مواهب بوليفارد. السعودية فيها كم من الفنانين اللي أولا عندهم هذه الهواية بس مو ملاقين الفرصة. الحين بالتطور اللي صاير والنهضة الكبيرة اللي صايرة، صار في فرص متاحة ان يطلع اجيال من الفنانين اللي راح يكونون على دراية كاملة يعني بهذه الأكاديمية. ما راح يكون عشوائي، ادائهم راح يكون مدروس، خريجين يعتبرون خريجين بهذه الأكاديمية. الارتقاء بالمواهب جزء من تطوير هذه الكوادر بمشاركة كبار المبدعين من فناني السعودية والخليج. تطوير، تنمية، مراعاة وكذلك مسايرة ومتابعة للمواهب حتى تصل إلى الخطوة الأولى أو العتبة الأولى التي ينطلق منها إلى دورها المهني والاحترافي. والله الـ MBC دائما داعمة للمواهب وتبحث عن أفضل المواهب وتنميها وتعطي دعم للناس وتعطي مجال للجمهور أنه يشوف الموهبة هذه. هذه بداية المشوار بنهائيات الرحلة الإبداعية حول المملكة، وسط ترقب للكثير من المفاجآت للقدرات الإبداعية في الحفل الختامي المنتظر في الأيام القليلة المقبلة.